ورحمة الله وبركاته. بتكلم عن نقطة مهمة جدا تتعلق في الكذب في الزواج والغش في الزواج والخداع في الزواج بين الزوجين. أتكلم بكل صراحة، قضايا وصلتني إما في المحكمة أو عن طريق مركز مودة استشارات من أسباب الطلاق أن الزوجة أو الزوج سوى عمليات وما علموا الآخر. عمليات تغيير، بمعنى أول شيء التكميم واحد بيضعف سوى عمل التكميم، بعد التكميم الترهلات والأمور والعمليات وشق وكذا، الزوج لازم يكون عنده علم، والزوج لازم تعرف أنك أنت مسوي تكميم. ما هو عيب إنسان يكمم، بالعكس إنسان يحافظ على صحته أمر طيب، لكن لازم تخبر الزوجة ولازم هي تقول لك. مسوي عملية بخشمها، مسوي عملية مدري إيش، تعلم الزوج لا ينصدم، شاف بطاقة مدنية هذا مني، هذه مرتك أو صورة لها قديمة، صدم بعد الزواج. كم قضية طلاق تتوقع وصلت عندي إما في المحكمة أو في المركز بسبب عمليات تجميل أو تكميم؟ الزوجة نفسها انصدمت لما دخلت على الزوج، شافت الزوج عمليات وتكميم وترهلات والجسم، يعني ما تقدر تقبل هذا الزوج. والزوج انصدم لما دخل على الزوجة عمليات ما أدري شنو مسويها. أي شيء تسوينه وأنت أي شيء تسوي لازم تكونوا واضحين مع الطرف الآخر. الزوج شاف الزوجة رؤية شرعية، بس ما شاف داخلها، لابسه كورسي ولابسه شاد جسم وما يبين عليها. كذلك الزوج خدعهم، ما قالوا من انا مسوي عمليه، مو عيب، بس العلم بنتنا فيها حرق ولا فيها يعني مسوي عمليه ولا مسوي قص ولا مسوي كذا، ما هو عيب. بالعكس واحد يقول انا قابلها بالشيء اللي فيه، بس عشان ما يكون في خداع. وللعلم الزوج هنا يقدر انه يسترد المهر، لأن هذا فيه غش، أو الزوجة تسترد المهر أن الزوج قص عليها وما قال لها، والمرأة ما تقبل هذا الشيء. فأرجو حتى ما يعني توني أنا طالب من عقد زواج، كان توافق فيما بينهم، لكن قلت لهم أهم شيء الوضوح والصراحة فيما بين الزوجين، وما هو عيب، خليك واضح، الأول شرط آخر النور كما يقولون. لو أرسلت واحدة رسالة تقول أنا عقدت على رجل، عقدت يعني ملكت خلاص، أنت تدبست، دخلت على الزوج أو شفته طلع الرجل قصير حيل، انا ما قدرت اتقبله، قلت قصر الرجل ما يعيب الا اذا كان قصير بالكرم، قصير بالمرجله، قصير بالوفاء، قصير بصله الارحام، ما يعيب الرجل. بس مو معنى هذا ان تاخذ الواحد تقول انا ما اتقبله نهائيا. اسمح لي تقول لي نعم، المراجل مخابر مهما ناظر، والمراه يعني تبي لها رجل مقبول يعني مجتمعيا او شكلا، تقول انا بس يعني عدلاي وغيرهم ولا نسابتي ولا خواتي باكر يعيبون على زوجي انك صغير قصاصه، شو يومك صار ما في مشكلة، لكن أنت ما تقبلتي من الآن. تقول هل علي إثم أني أنا أرفض؟ لا ما علي إثم، بس هل هو سبب؟ خذ واحد طويل جسم معضل وكذا كل شيء، يخونها يلف ودور عليها ويشرب خمر ولا يلعب من وراها ويسوي، مو مقياس. فإذا كان هذا الشيء فقط أنك سير ما يعيد، هل يستحق الأمر أنك أنت تردين الزوج الرجل هذا؟ للعلم الزوج مصلي وراعي خير وبار بوالديه وشقرد وهاب ريح رجل، لا والله مو تايبي، يعني مو ستايلي، انا بشنو ستايل قميص دراع عشان انت ولا عبايه، الرجل ما يعيبه هذا الشيء، او انه متين حيل ما يعيبه. اذا تتقبل تقول انا ما اقدر، انا ما اتقبله، لان بعض الحريم للاسف بالبعض انها تابع فشل ستات وتابع الناس مشاهير، تابع تبي واحد مثل هذا، ابي مثل ممثل فلاني، خلاص لين عينه تبطلت ما راح اشبعها احد، خذي واحد ومزيون وشكل وكذا من هالكلام، لكنه ما هو رجل، أو أنه يخون. في المقابل أقول لها حق، لكن هل يستحق الأمر أنك تردينه عشان قصر القامة ولا عشان شكله ولا كذا؟ لا شيء، لكن شرعا من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قصير يمكن، ما أقول أنه يطول، يمكن المتين يضعف، يعني الفقير الله بيغني، الطالب يمكن الله تعالى يوفقه ويشتغل. ففي عشان ترتاحين وعشان ترتاح أنت، ما في زوج كامل وانت ما في زوجة كاملة. واحد يقول واحد مثل امي، والله ما راح تحصل، قلتها من قبل، جيل امهاتنا راح، احنا جيل هذا، شوف واحدة من اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك، امرها لا ماني خدامة عندك، لا انت ايش متزوج واحد من ربع انت، هذه ما لازم تطيعك، لا تقول ماني خدامة، ما قلت انا سيني خدامة، بس طيعين خلاص بجيب واحدة من احدى دول عربية، من المغرب ولا من سوريا ولا من الاردن ولا من اي وحده، بتزوج زواج شرعي، هي تخدمني وتقول لي لبي سعدي، اما لا انا ما اخدمك، سمعت الشيخ فلان يقول لا المره ما هي واجب انها تخدمه، لا تخدمين الزوج، لا تخدمينه، انت مو فاهمه الكلام عدل، او فاهمه الفتوى عدل، انا ما اخدم اهلك، لا اهلك غير،
صح ما تاخذ منها، لكن المرأة اللي تحب زوجها وبنت الأصول تحب اللي تحب أهلي، أمي إذا مرتها تقول لبيها عمتي يا خالتي عادي،